يعني النادي الاهلي كان النهارده بعت فاكس للاتحاد الافريقي بخصوص البطوله الافريقيه. طلب النادي الاهلي ان هو عايز يلعب المباراه يوم 3 اكتوبر. التفاصيل ديت ان شاء الله نعرفها معانا تليفون مع العميد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي الاهلي. بنرحب بحضرتك يا فندم، اهلا بيك. كابتن هاني مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك، كل سنه وحضرتك تاني وعيد سعيد. وقول لنا اخر الاخبار، سمعنا ان النادي الاهلي طلب ان المباراه تبقى يوم 3 اكتوبر، حضرتك عايزين نعرف تفاصيل هذا الفاكس. هو طبعا الاتحاد الافريقي كان اعلن عن المباراتين الذهاب والعوده يوم 25 و26 في المغرب، تمام، ويوم 2 او 3 اكتوبر في القاهره ان شاء الله باذن الله. كابتن سيد عبد الحفيظ اتصل بيا الصبح، الجهاز الفني وبتاع كرة القدم يعني اختار يوم 3 اكتوبر هو تبقى انسب معاه بالنسبه له تكون مباراه العوده ان شاء الله. احنا على الفور حاطين الاتحاد المصري لكره القدم عشان يراسل الاتحاد الافريقي ونحدد يوم 3 ان شاء الله باذن الله المباراه تكون في القاهره يوم 3 اكتوبر ان شاء الله. ان شاء الله منتظرين رد سريع من الاتحاد الافريقي ولا اتفضل. انت عشان تعرف يا كابتن هاني، طبعا هو الاتحاد الافريقي اعلن لكن لسه مفيش حاجه جت رسمي، ولكن انت عارف النادي الاهلي مؤسسه بتشتغل على طول، كل قطاع عنده مسؤولياته بيتابعها على طول. كابتن سيد قبل ما يجي جوابات رسميه، طالما اعلن احنا اخترنا ميعاد يوم 3 فبنخاطب الاتحاد المصري عشان خاطر نكون احنا على طول بنحدد مواعيدنا اول باول، ما بنستناش يعني. فان شاء الله باذن الله يكون الرد على طول باذن الله الاتحاد الافريقي ان شاء الله. ان شاء الله يوصل الرد وان شاء الله المباراه تقام يوم 3 باذن الله، وطبعا نتمنى يا رب ان شاء الله تسعى باذن الله للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي مستنيه الافريقيه ان شاء الله، ان شاء الله في النهائي ونكسب البطوله باذن الله يا رب ان شاء الله. هل يا سياده العميد في كلام دلوقتي خاص بان في عدد من الجماهير حتى لو كان قليل ممكن يحضر المباراه؟ نتمنى والله يعني ربنا يكرم باذن الله. دي الخطوات هي ماشيه، الامور يعني في تحسن الفيروس كورونا الوباء يعني على العالم كله، احنا بنشاهد عدد الحمد لله بتاع الحصيله، اهم حاجه سلامه الجميع ان شاء الله. وربنا يكرم، هتبان بقى بعد العيد باذن الله المؤشرات شكلها عامل. العيد خلص يا سياده العميد؟ النهارده اخر يوم. طيب ما خلص. النهارده اخر يوم، ما احنا هناخد بقى ننتظر المؤشرات الاسبوع الجاي، بس ان شاء الله خير باذن الله يعني. ان شاء الله. امبارح كان 163، النهارده لسه الاعداد، بس يعني ان شاء الله يعني. خلي بالك عودة الجماهير للملاعب أهم حاجة فيها، سواء الأمن أو سواء أي حاجة، أمن الأمن وسلامة الجماهير دي أهم حاجة طبعًا. أهم حاجة، فإن شاء الله بإذن الله هنشوف يعني بإذن الله 3 أكتوبر يكون الأمور في تحسن وفي استقرار ويكون في على الأقل حضور جماهير، لأن أتمنى يعني الجماهير في أفريقيا بتفرق معانا كتير، أو الجماهير بصفة عامة في كل مباراة كتير جدا، وكابتن هاني عارف طبعًا طبعًا. فإن شاء الله بإذن الله بإذن الله يبقى يا رب يبقى في فرجة بإذن الله ان شاء الله يا فندم. سؤال اخير قبل ما اقفل مع حضرتك، بالنسبه طبعا عارفين النادي الاهلي دايما بيبقى بيحضر من بدري، عايزين نعرف الترتيبات بالنسبه لمباراه الذهاب في المغرب، اتصالات بالمغرب او سافرنا في المغرب، اعرف من حضرتك الترتيبات بدات بالفعل لمباراه الذهاب في المغرب. انت عندك كابتن سمير عدلي طبعا ربنا يديله الصحه، يعني ربنا يخليه صحه، ربنا يديله الصحه، على طول بيقوم بدوره باكمل وجه، صحيح، بيعمل ترتيباته وبيتصل بالاداره المصريه وقبل المباراه بوقت مناسب بيطلع كابتن سمير وكابتن سيد عبد الحفيظ عشان خاطر يشوف كل الترتيبات، فهتلاقي كل ده في حينه كابتن هاني باذن الله. ربنا بس يوفقنا ان شاء الله وتبقى على خير يا رب باذن الله. لا ان شاء الله البطوله في بيتنا ان شاء الله مش هتخرج من عندنا يا رب ان شاء الله. يا الله باذن الله. شكرا جزيلا ليك يا سياده العميد. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا.